ازيكم يا أجمل متابعين؟ حابة أشكركم جداً على تفاعلكم مع القصص اللي بقدمها سواء على القناة هنا أو على القناة التانية، وبجد بكون سعيدة لما بحس أني بقدر أساعدكم وأرسم البسمة على وشوشكم. علشان كده جبت لكم النهاردة قناة جميلة جداً وهي حكايات جدتي. القناة فعلاً تستحق المشاهدة والمتابعة، وهتلاقوا عليها قصص كتيرة جداً من كل الأنواع اللي بتحبوها، زي قصة بنت في التجنيد، عندما يحب الشيطان، جحود الأم، تزوجني لينقذني ولكنه وهم، دكتور المجانين، السفاحة المجنونة. كل ده وأكتر هتلاقوه، وده لو اشتركتوا في القناة وتابعتوها. يلا بسرعة روحوا شوفوها بعد ما تخلصوا الحلقة، وهتلاقوا اللينك في التعليق المثبت. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تاني يوم راحت زينة الشغل الجديد في مطعم الكشري، وقابلت صاحبتها أمل اللي قالت: عملتي إيه مع عزت وحوار الظابط؟ هو فقت غصب عني، ما كانش في إيدي حاجة أعملها. طب ما كده خطر عليكي، الظابط ده لو عرف ان عزت اللي رماكي عليه ممكن يسجنك. انا مش ناوية اريح عزت ابدا، انا هديله معلومات غلط. جه مدير المطعم وقال: يا ريت يا انسة انت وهي تبطلوا كلام وتشوفوا شغلكم. وبره المطعم كان واقف سيف مع زياد، وسيف قال: هو ده المطعم اللي قلتلك عليه، هتاكل طبقين ثلاثة وهتطلب كمالة، مع اني عارف ذوقك في الاكل، بس ماشي مش هتفرق، اهو اي اكل وخلاص، خلينا ناكل ونرجع نكمل شغلنا. دخل سيف ومع زياد، والمدير قرب منهم وقال: يا اهلا بالباشا اللي منورنا، تأمرني بايه؟ عاوز اتنين كشري وصايا، ويا ريت ما تكسفنيش قدام صاحبي اللي اول مره يجي لكم. تأمرني باي حاجه تاني؟ لا شكرا، ما تتاخرش بس علينا. سيف وزياد قعدوا على ترابيزه فاضيه، والمدير راح لزينه وقال: الاتنين اللي هناك دول عاوزك تهتمي بيهم، يعني لو عايزوا حاجه خلي عينك عليهم. حاضر، طيب هروح اخد طلبهم. لا استني، انا عارف هم عاوزين ايه، هحضر طلبهم بسرعه وخديه معاكي. اخدت زينة الصينية وراحت توصل الاكل لترابيزة زياد وسيف. هو من بعيد كان قاعد شاب وبنت على ترابيزة تانية. اتكلم الشاب وقال: مش دي البنت زينة اللي معنا في الدفعة؟ اه هي دي، شكلها بتشتغل هنا، امال عاملنا فيها بنت ناس ومحدش عاجبها. فكك منها، هتاكلي ايه؟ استنى بس، انا في حاجة جت في دماغي عاوز اعملها. البنت خلت زينة ماشية وحطت رجليها وقعتها وقالت: ايه ده، مش تحاسبي؟ شكلك لسه بتتعلمي المشي يا حرام. زينة وقفت وقالت: على فكرة انت اللي زقتيني. سيف وزياد كانوا شايفين الموقف من البداية، واتكلم سيف وقال: يا عم سيبك منهم، شكلها غيرة بنات. لا بس البت اللي شغالة دي شكلها غلبان. المدير جه وقال: في ايه بيحصل هنا؟ ابقوا بعد كده اختاروا البنات اللي بتشغلوها عندكم، انا ماشية. البنت اخدت الشاب ومشيوا، وزينة قالت: والله ما عملت لهاش حاجة، وهي اللي زقتني وقعتني في الارض. المدير اتكلم بتحذير وقال: انا ما بحبش المشاكل، اعتبري ان ده اخر انذار ليكي. وبعد يومين كانت زينة واقفة قدام عزت اللي قال: اسمعي كويس عشان تعرفي هتعملي ايه، انت هتروحي مع الواد هيما وفتحي، تقفوا جنب الفيلا بتاعت الظابط. اشمعنى بيته؟ ما تخليني اقابله في الشارع ولا في اي مكان، هو معاد غرامي. افهمي، انت اول ما تلاقيه خارج تجري عليه وتقولي له انك مخطوفة وفي ناس بتجري وراكي. طب ما هو ظابط، هو اكيد هيدور ومش هيلاقي حد، ساعتها الواد هيما وفتحي ياخدوا بعضهم ويجروا، وانت بقى مش هوصيكي، انت اصلا بتحبي النكد، عيطي على قد ما تقدري. طب لو خدني الاسم نعمل محضر. وماله، اعمله احسن محضر، وهو برضو يبقى لك رجل في الاسم. طب افرض مسك هيما ولا فتحي ووداهم الاسم، ده ظابط مش هيخيل عليه الحركات دي، وممكن يكشفني ويعرف اني كدابه. لا ما تقلقيش، اعملي بس زي ما قلتلك، وانا اضمن العيال دي برقبتي، لو اتعلقوا مش هينطقوا، هو بعدين حتى لو خدوا حكم هيبقى كام شهر ويطلعوا. اتكلمت زينة بسخرية وقالت: ده انتوا مظبطين كل حاجة بقى، امال ايه، بس شدي حيلك معانا يا حلوة. طب لما يسألني انت كنت بتعملي ايه في المكان ده بالليل، وانت قلتلي ان دي حتة مقطوعة وكلها فلل؟ بسيطة، انت كنت راجعة من شغلك وركبتي التاكسي ورشوا عليكي بنج، وما فوقتيش غير لما نزلوكي من التاكسي وحاولتي تهربي. اتكلمت زينة في نفسها وقالت: ده انتوا عصابة بقى، بتخططوا لكل ده ومش ناسيين حاجة؟ الله يخرب بيتك يا عزت. ها قلت ايه؟ بس انا ليا شرط. اللهم طولك يا روح، قولي. هو شهر مش اكتر، ولو قفشني في اي وقت انا هنكر اي حاجة وهقول انتم السبب. طول عمرك بياعة زي امك وملكيش امان، هو ماليش دعوة بالحاجات اللي في شغلكم، انا اخري المعلومات اللي هعرفها منه هاجي اقولك عليها وخلاص. وماله، خلصي بس ونبقى نشوف اللي هيحصل ايه. اتكلمت زينة في نفسها وقالت: والله ما هريحك،
أعدي بس الشهر ده بالطول ولا بالعرض وهيلاقيني ما نفعتش في حاجة، هو يسيبوني في حالي وما يطلبوش مني حاجة تانية. احنا هنروح امتى؟ يومين تلاتة نكون جبنا قطر وعرفنا مواعيد دخوله وخروجه من البيت. وعند ندى في الجامعة كانت واقفة مع صاحبتها اللي قالت طب حرام اديله فرصة يمكن مظلوم، وبعدين كلنا عارفين سيف بيحبك قد ايه. انت اللي بتقولي الكلام ده رغم انك عارفة انا اتوجعت منه قد ايه. طب على الاقل اديله فرصة مثلا نتكلموا مع بعض، هو يدافع عن نفسه، يمكن في ظروف اجبرته يتجوز. ايه الظروف اللي تجبر راجل انه يتجوز؟ هو ليه ما يقوليش؟ انا مستغربة ازاي كنت مغفلة كده. انت حرة، بس عموما انا حاسة ان هيجي يوم وتندمي. انا هبعد عن كل حاجة وهسافر اعمل الماجستير واخد الدكتوراه، ومش هرجع هنا غير واحدة جديدة. بتمنى ان ده يحصل وتقدري تنسيه. وبعد كم يوم كانت زينة واقفة مستخبية ورا شجرة كبيرة ومعاها شابين والشارع كان فاضي. زينة نفخت بضيق وقالت انا بقالي يومين كل يوم تجيبوني هنا، هو نفضل ملطوعين، هو ما بيتنيلش يظهر، انا زهقت. طب ما تيجي نسلي بعض بدل ما احنا قاعدين كده. عارفة يا زينة كان نفسي من زمان تقفي معايا الوقفة دي، وهو الحمد لله ربنا نولهاني، ومن هنا ورايح مشاورنا مش هتخلص مع بعض. زينة بصت له من فوق لتحت وقالت لم نفسك يا حيوان منك ليه، وعلى فكرة انا هقول لعماد على اللي انتم بتقولوه ده، وانتم عارفين عماد ممكن يعمل ايه. عماد ايه اللي نخاف منه؟ ده حتة عيل كبير ومعانا قلمين ويسلمك تسليم اهالي. نخلص حوار الضابط الاول وبعدين اروق لك يا جميل. ما انت رجلك جت معانا في الخية وبقيتي واحدة من رجالة المعلم مرسي. زينة حطت ايديها على وشها وبدأت تعيط وقالت منك لله يا بابا، ها انت اللي رميتني للكلاب دول، ربنا ينتقم منك، انا عمري ما هسامحك ابدا. شوفوا كده هو ده الضابط ياض يهيمة، هو يلا بسرعة اجري عليه. وقفت زينة في مكانها مترددة وخايفة وتكلم فتحي وقال اخلصي يا بنت الضابط هيركب عربيته ويمشي وانتي واقفة تفكري لسه. هيمة شدها من دراعها وزقها بسرعة ناحية الطريق وقال هاجري بسرعة بدل ما نخليك احنا تجري بطريقتنا. جريت زينة بسرعة ناحية زياد اللي كان واقف ولسه هيركب عربيته. زياد اول ما شافها استغرب وقال في ايه يا انسة، مالك بتجري وبتعيطي كده ليه؟ رفعت زينة عينيها وهي بتبص له وقلبها كان بيدق من كتر خوفها، واتكلم زياد وقال على فكرة انا ظابط، اهدي كده وقوليلي ايه اللي حصل. زينة كانت بتشاور ناحية هيمة وفتحي اللي كانوا بيقربوا من بعيد وقالت في ناس هناك عاوزة تخطفني. فتح زياد عربيته بسرعة وقال ادخلي عودي هنا واقفلي عليكي وما تفتحيش غير لما ارجعلك. زينة ركبت العربية وزياد جري بسرعة في اتجاه هيمة وفتحي، وهيمة اتكلم وقال هاركب بسرعة الضابط جاي علينا، هات مفتاح العربية وانا سوق. مشي بسرعة بالعربية وزياد ملحقهمش، ورجع زياد لزينة وقال للأسف ملحقتهمش بس في كاميرات هنا في المنطقة وهعرف اجيبهم. ردت زينة بخوف وقالت لا 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 ملوش لزوم، هما طالما مشي خلاص. هو انت ايه اللي ماشيكي في الشارع في الوقت المتأخر ده؟ انا كنت عند اختي في المستشفى وركبت تاكسي وكنت مروحة، بس السواق منه لله هو اللي رش علي حاجة وما حسيتش غير ان في حد بيشدني ينزلني من العربية. زياد كان بيراقب تعبيرات وشها وافتكر انها نفس البنت اللي شافها في مطعم الكشري، اتكلم وقال لها هو مش انت البنت اللي بتشتغل في مطعم الكشري اللي عند الجامعة؟ زينة هزت راسها وقالت اه كنت بشتغل وسبت الشغل امبارح. زياد دور العربية وقال احنا هنطلع على القسم دلوقتي نعمل محضر وان شاء الله العيال اللي عملت كده هتتجاب. زينة ما ردتش عليه وكانت بتعيط خايفة انه ممكن يكشفها، بس هو سألها وقال لها انت كويسة؟ عيطت زينة اكتر وما ردتش عليه. زيادة تعصب وقال لها ممكن تهدي بقى شوية كده، لو رحنا القسم مش هنعرف نفهم حاجة. هو انا ينفع اروح؟ مش عاوز اعمل محضر. ده حقك، وبعدين العيال دي لازم تتعاقب، ولا انت بقى خايفة من حاجة وما قلتليش عليها؟ لا 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 ابدا، اصل انا بنت وساكنة في حارة شعبية والموضوع ده لو اتعرف سمعتي هتبقى وحشة. زياد فهم قصدها وقال لها طب انا ممكن اتابع الموضوع وبشكل شخصي في سرية تامة. هزت زينة راسها وقالت انا بس محتاجة اروح دلوقتي، ومن بكرة لو حضرتك عاوزني اجيلك عشان يعني اشوف الكاميرات. خلاص تمام، يلا قوليلي عنوانك عشان اوصلك للبيت. زينة قالت له على العنوان، وبعد وقت وصلوا للحارة. نزلت زينة وشكرته بعد ما زياد ادالها رقم تليفونه وطلب منها انها تكلمه. رجعت زينة البيت وكان عزت مستنيها، وأول ما شافها قال ها عملت ايه طمنيني؟ ارتاح
انا نفذت كل اللي قلتلي عليه، والظابط وصلني كمان لغاية هنا. ابتسم عزت وقال: لا برافو عليكي، انا هروح افرح المعلم مرسي واشوف هيقولي هنعمل ايه في الخطوة الجاية. عزت مشي وزينة وقفت وقالت: عمري ما هريحك ولا هوصلك للي بتفكر فيه، ونهايتك هتكون على ايدي انت واللي مشغلك. جت هدى وقالت: طمنيني يا بنتي عليكي، عملتي ايه؟ ما تقلقيش يا ماما، انا كويسة، عدت على خير. زينة خلصت كلامها ودخلت اوضتها اتوضت وصلت وقعدت تدعي ربنا، وبعدين نامت. وعند المعلم مرسي كان قاعد، وهيما واقف قدامه وقال: زي ما قلتلك كل حاجة تمت بالورقة والقلم والكاميرات اللي في المنطقة، اوعى تكون حاجة صورتكم. ما تقلقش يا معلم، احنا قبل العملية لفينا على الكاميرات كلها وكسرناها. طب والعربية اللي كانت معاكم، اوعى تكونوا جيتوا بيها على هنا. لا يا معلم، دي برضو تفوتني، العربية اصلا كانت مسروقة وانا اخدتها ورميتها على الزراعي. المعلم مرسي طلع ظرف وادهولهم وقال: خدوا طيب الفلوس دي وقسموها عليكم. تسلم يا معلم، خيرك سابق. هيما وفتحي اخدوا الفلوس ومشيوا، ودخل عزت علشان يقعد معاه. وتاني يوم صحيت زينة على صوت اتصال امل صاحبتها اللي كانت بتتصل بيها: يلا يا زينة اصحي كده وفوقي وتعالي نتقابل، لقيت شغل جديد، انا تعبت من كتر ما بتنقل من شغلانة لشغلانة. ان شاء الله الشغل ده هيعجبك ويريحك كمان. هنشتغل ايه وفين المرة دي؟ المعرض بتاع الكلية عامل مسابقة بتقديم لوحات، واحلى لوحات هتتباع في المزاد. يا سلام، ما ده اكيد هيحتاج خامات، ودي هنشتريها منين؟ وبعدين مين قالك ان احنا لوحاتنا هتتباع؟ لو على فلوس اللوحات ما تقلقيش انا هتصرف، ولو على البيع مثلا لو عملنا كل واحدة لوحتين وبعنا واحدة بس هتغطي المصاريف وزيادة. طب والباقي هنعمل فيهم ايه؟ هباهم لأي جاليري او اعرضهم على النت، ما تقلقيش، المهم مش ناقصين خسارة ولا ديون. خليها على ربنا، يلا بس اصحي كده وتعالي قابليني. زينة خلصت تليفونها وراحت غيرت هدومها بعد ما صلت، وكانت خارجة من الأوضة تتسحب وهي بتحاول تخرج قبل ما عزت يشوفها. وبعد ما راحت عند الباب وقفها صوته لما قال لها: على فين على الصبح كده؟ أخدت زينة نفسها وبصت له وقالت: عندي محاضرات مهمة لازم أحضرها. طب والظابط إيه، مش هتكلميه؟ نفخت زينة بضيق وقالت: هبقى أكلمه لما أرجع. عزت حط رجل على رجل وقال: لو اتأخرتي في الاتصال هيفتكر إن وراكي حاجة، إنما لو كلمتي أوام هيعرف إنك غلبانة ومظلومة. زينة فكرت وقالت: كاميرات المراقبة، هو قال إنه هيشوفها. ما تقلقيش ولا هيعرف يمسك علينا حاجة، كل شغلنا مظبوط. أنا رصيدي خلص، هبقى شحن وأنا ماشية وأكلمه. ومشيت بسرعة قبل ما عزت يعترض طريقها من تاني. وفي مكتب زياد كان قاعد بيراجع بعض الأوراق، دخل عليه سيف بسرعة وقال: بقولك إيه، سيبي اللي في إيدك ده وركز معايا. إيه يا عم دخلة المخبرين دي، أنت مش هتبطل العادة اللي فيك دي أبدا؟ لا مش هبطلها. بقولك إيه، ندى قالتلك إيه، أنا حلمت بيها مبارح. زياد وقف ومسكه من هدومه وقال له: ولا انت حلمت باختي بايه بالظبط؟ حلم بريء والله، انا كنت حتى بلبسها خاتم. زياد رجع وقعد على كرسيه وقال: طب ابقى اتغطى كويس عشان ندى رفضت ترجع لك. سيف بصله بحزن وقال له: طب على الاقل تديني فرصة انها تسمعني. انا قلت لك يا سيف اقفل الموضوع ده وسيبها للوقت، ولو في نصيب هترجعه. انا من ساعة اللي حصل من 6 شهور وانا ما بنامش ولا باكل ولا عايش اصلا، وانت جيت زودتها عليا وتقولي انها هتسافر. انت عارف انا بحبها قد ايه، انا بموت بالبطيء يا زياد ومحدش حاسس بيا. كان لازم من الاول تقولها على حكاية جوازك السوري من بنت عمك، وانك كنت مجبر على كده. لو اعرف بس مين اللي بعت لها الاسيمة، ده كان فاضل لنا اسبوعين على الفرح، انا كنت هقولها بعد الفرح وهصرحها بكل حاجة، وهي بتقول الموضوع منتهي ومش عاوزة تفتحه معايا، حتى مش مدياني فرصة اشرح لها اسبابك. طب انا مش عاوزها تسافر، تعوز ولا ما تعوزش ملكش فيه، انا مش هضيع حلمها وفرحتها بالسفر علشانك، وكفايه لغايه كده علشان انا اتخنقت منك. بقى كده يا زياد، شوف بقى مين يعزمك على الغدا النهارده، ومين يديلك المعلومات الجديده بتاعت القضيه. لو على الغدا فمش مهم، مش هاكل، اما بقى بخصوص القضيه فانت مجبر تطلع اللي معاك، ده شغل مش لعب عيال. بص يا سيدي، انت كلفتني اجيب لك كام معلومه عن الخليه اللي بتصنع المواد وبتبيعها، بس اتضح انهم بدأوا يحسوا ان في حد بيدور وراهم، فنقلوا اماكن التصنيع واتفقوا مع ناس جديدة هتنقل البضاعة وناس تانية تسوقها وتبيعها. ايه ده،
دول ولا تجار إيطاليا. طبعا، أمال أنت فاكر إيه؟ ده شغل دولي على مستوى. وبعد أسبوع وقف عزت جنب زينة اللي خلصت مكالمتها مع زياد وقال لها: ها قوليلي بسرعة، طلب يقابلك أو حاجة؟ زي ما سمعت، هما كلمتين إنه ما وصلش الحاجة. طب أنت حاسة يعني إنه مهتم بيكي أو مهتم بالموضوع؟ وهو يهتم بيا ليه؟ أنا واحدة قابلها في الشارع، عمل معاها معروف وخلاص خلصت. عزت مسكها من دراها وقال لها: بت اتكلمي عدل وما تنسيش الحوار ده كله معمول ليه. انا قلت لك اني مش هنفع، انا مش بتاعت الكلام ده. يبقى لازم نعمل الخطه الثانيه زي ما المعلم مرسي قال. خطه ايدي كمان مش كفايه لغايه كده؟ لازم الباشا يشوفك قدامه. انا هشوف لك شغلانه تكون قريبه من بيته. زينه راحت ناحيه الباب وقالت: هاعمل اللي تعمله، انا همشي رايحه الكليه. زينه مشيت وعزت قال: كان لازمتها ايه بس الكليه ووجع الدماغ ده؟ هو العلام ده اللي معصيكي عليا ومخليكي ما بتسمعيش كلامي. وفي بيت زياد كانت سعاد قاعده مع ندى وقالت: امال عز فين؟ انا مش شايفاه، طلع يلعب في اوضته. فعلا شكلي نسيت. طب بالنسبه ليا زياد قال لك ايه؟ وافق انك تسافري معايا ولا لا؟ انا مش عارفه اسافر ازاي. طب وعز هسيبه لمين وزياد؟ انا حتى قلبي مش مطواني اطلب من زياد اني اسافر معاكي واسيبهم. انا ممكن اكلم ساره تاخد عز نص الاسبوع وزياد النص التاني. يا سلام، زياد مش ممكن يوافق، ما هي امه برضو، هو من حقها انه يعيش معاها ويشوفها. امه ليه؟ كانت بتسال عليه اصلا؟ ده ما بتفكرش تكلمه غير كل شهر مره، وما بتشوفوش غير لما عز هو اللي يقعد يتحايل عليها علشان يشوفها. دي واحده قلبها حجر. تقولي لي امه؟ ما انت عارفه يا ماما انها لسه مخلفه من كام شهر ومشغوله بالبيبي الجديد. لا يا ندى، هي ما كانتش بتحب زياد، هو مش عاوزه اي حاجه تفكرها بيه. يعني هو زياد اللي كان بيحبها؟ ربنا يسامحني بقى، انا اللي كنت عاوزه اجوزه باي طريقه، وكنت مفكره ان الحب هيجي بعد الجواز. ما انا اتنيلت وحبيت، اخدت ايه؟ اهو طلع خاين. لا هو متجوز كمان. ما هو يا بنتي كنت اديله فرصه واسمعيه، يمكن كان مجبور انه يتجوز البنت دي. وبعدين زياد اخوكي قال لي انه كان جواز على الورق وبس. ردت ندى بحزن وقالت: ماما لو سمحتي قفلي على السيره دي ويلا ننزل نجيب شويه حاجات علشان السفر. وعند زينه وامل في الكليه اتكلمت زينه وقالت: قلبي بيقول لي ان ولا لوحه من اللوحات دي هتتباع. يا بنتي ما تبقيش بومه كده، ان شاء الله هنباعهم كلهم. انت عارفه لو بعتهم كلهم هاخد الفلوس واهرب واسيبك لديونك. اصيله من يومك، بس بقى وطي صوتك، في واحد شكله هيشتري اهو. وعند زياد وسيف اللي كان واقف وقال: ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ دي جامعه. ما انا عارف. بص تعالى معايا، انا عاوز اشتري هديه وانت اللي هتوصلها. بقول لك ايه، يلا بينا نمشي، انا مش فاضي، يا دوب ارجع البيت. يا عم استنى، هي ربع ساعه هشتري حاجه من المعرض ده وهنمشي. وده معرض ايه بقى ان شاء الله؟ مشغولات يدويه ولوحات وفن شعبي، حاجات من اللي ندى بتحبها. كان يوم ابيض يوم ما وافقت انك تخطب ندى اختي، هيبقى ابيض بترتر ان شاء الله لما نرجع لبعض. زياد وسيف دخلوا المعرض، وزياد اتفاجئ لما شاف زينه من بعيد وقال: هي البنت دي ايه اللي جابها هنا؟ مره شوفها في مطعم، ومره تانية مخطوفه، والتالته هنا. انت تقصد مين؟ روح شوف انت هتشتري ايه وسيبني كده، هعمل حاجه وارجع لك. سيف سابه ومشي، وزياد راح عند زينه اللي اتفاجئت اول ما شافته وقالت: زياد بيه؟ امل قربت منها وقالت: مين الاخ ابو عضلات ده؟ انت تعرفي الناس النظيفه دي منين؟ شش اسكتي، ده الضابط اللي انقذني من المجرمين. ازيك يا زينه، غريبه يعني اني اشوفك هنا. بص يا باشا، انا هقولك على كل حاجه، زينه دي اصلا غلبانه. والله ابوها بقى هو السبب في كل حاجه. اسكتي هتودينا في داهيه. ممكن اعرف بقى صاحبتك تقصد ايه؟